ولكن نسأل سؤال يهمنا جميعا، كيف نفرح بالعيد وفي العيد؟ كيف أنت فرحتك؟ أعطيني يا أخي برنامج عملك يوم العيد، أعطيه لي. وكيف يمكنك أن تدخل السرور والبهجة في نفوس أسرتك ونفوس الآخرين وخصوصا الفقراء والمحتاجين؟ سلوكك أنت كمسلم كيف يوم العيد؟ وإلا فقط تملأ المعدة بلحوم الأضاحي وتنسى العالم؟ لا، ما كان المسلم كذلك. على كل حال هذا موضوعنا، وآمل أن تأتينا مشاركات الحقيقة ممن لم يشارك في الساعة الأولى، ونرحب بمن لم يشارك معنا في السابق، وآمل مشاركات فيها شوية عمق وفيها شوية إضافة. ولكن نبدأ بضيف الحلقة، معنا الشيخ سلامة عبد القوي، مستشار وزير الأوقاف المصري سابقا، ينضم لنا من اسطنبول. شيخ عبد القوي السلام عليكم، وكل عام وأنتم بألف خير. سؤال لعله يطرح في بعض الحالات ولكن قد لا يجاب عليه دائما بالوجه على الوجه الأكمل، كيف يفرح المسلم في العيد؟ أعطينا وصفة يتمتع بها المسلم بفرحته وحقه بالفرحة، ولكن دون أن يخل بالأداب والأخلاق وحتى بالقيم الإنسانية العالية. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، كل عام أنتم بخير، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يعيد علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية هذه الأيام بالخير واليمن والبركات، وأن تعود هذه الأيام والإسلام في عزة وسيادة والمسلمون في نصرة وسعادة إن شاء الله تعالى. يقول الله تبارك وتعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. الإسلام ليس ضد الفرح، بل الإسلام جاء ليفرح البشرية ويدخل البهجة والسعادة والسرور، يتمثل ذلك من خلال تشريعاته وعباداته وأحكامه ومعاملاته. الإسلام كله سعادة، الإسلام خير للبشرية بأسلها. وكان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم خاصة في العيدين أن يدخل البهجة والسعادة والسرور على أهل بيته، وأوصانا صلى الله عليه وسلم بذلك عندما دخل عليه الصديق أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فوجد عنده جاريتان تغنيان بغناء دعاس، فنهرهما الصديق وكأنه يعني رفض هذا في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعهما فإن اليوم عيد. إذن العيد يرتبط في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفي تشريعاتنا الإسلامية بالبهجة والسعادة والسرور. ما الذي يجب على المسلم فعله في هذه الأيام؟ يجب على المسلم أن يدخل البهجة على نفسه وعلى آل بيته، وأن في ذات الوقت يعظم شعائر الله سبحانه وتعالى. ومن تعظيم الشعائر المشاركة في صلاة العيد، فيخرج الرجل بأولاده بزوجته إلى ساحة الصلاة أو إلى مكان الصلاة، ويخرج الناس جميعا، النساء والرجال والكبار والصغار والأطفال حتى الحيض والنفساء، يخرج الناس جميعا ليشاهدوا الصلاة، فهذا مصدر بهجة وسعادة وسرور. هذا من جانب. من جانب آخر، إذا ارتبط العيد بنسك من المناسك أو بتشريع من التشريعات، مثلا يعني كما كهذا العيد الذي نحن بصدده عيد الأضحى، ومن كانت عنده أضحية فليحضر أهل بيته ليشهدوا إراقة الدم ويشهدوا الأضحية، فهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وليكبروا جميعا، هذه الأيام أيام تكبير، وليكبروا جميعا وليحمدوا الله سبحانه وتعالى على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، ويدخلوا البهجة على البيت بأكل ما لذ وطاب، فهذا أيضا من الدين. اللي عايز يأكل مشوي يأكل، اللي عايز يأكل مطبوخ يأكل، كل يأكل بطريقته وبهيئته، فهذا من الدين. ويدخل البهجة أيضا والسعادة والسرور على الفقراء والمساكين والمحتاجين، وأيضا يدخل البهجة والتواصل وصلة الرحم على الأقارب والأصدقاء والأحباب والجيران، هذا كله مما يعني يعتبر بهجة وسعادة وسرورا، وهذه صور عظيمة يظهرها المسلم
من خلال أعيادنا الإسلامية، وهذا ما يجب أن يكون عليه المسلم في هذه الأيام. إذن هذا موجز لفرحة العيد وفق آداب ديننا وأوامره ونواهيه. طيب أيضا حتى لا نأخذ الوقت من وقت الجمهور كثيرا، بهذه المناسبة أيضا شيخ عبد القوي، يعني أي كلمة ممكن تقال للحجيج وهم الآن يستعدون لأداء فريضة الحج، ونحن نتحدث عن فرحة العيد، هل الحاج أيضا بإمكانه أن يفرح وهو هناك بالإضافة إلى تأدية واجبه وفريضته؟ نعم بالتأكيد، يعني أعظم فرحة يفرحها الإنسان عندما يتجرد من ثيابه ويلبس ملابس الإحرام، وعندما يطوف حول بيت الله الحرام، وعندما يسعى بين الصفا والمروة، وعندما ينتقل قاصدا عرفة والوقوف بعرفة. وما أدراكم وما عرفة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا الوقوف بعرفة، اللهم آمين. ثم من عرفة إلى مزدلفة، ومن مزدلفة إلى منى، ومن منى مرة أخرى إلى بيت الله الحرام للطواف. يعني هذه المناسك العظيمة التي يقوم بها حجاج بيت الله الحرام هي أعظم فرحة تدخل على قلب المسلم، وبالتالي يعني هنيئا لهم، والله هنيئا لهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل حجهم، وأن يغفر ذنبهم، وأن يعودوا إلى ديارهم آمنين سالمين بحج مبرور وذنب مغفور، وأن يرزق الحج لكل مشتاق إلى بيت الله الحرام. لكن إذا هؤلاء الحجاج، يعني قد يكون هناك مشقة في الحج، نعم، وهذا من أجمل ما في الحج، عندما يشعر الإنسان أنه يبذل التعب والجهد والنصب لله سبحانه وتعالى لا لغيره، ينام على الأرض لله، يطوف حول البيت لله، يسعى بين الصفا لله، يتعب نفسه لله سبحانه وتعالى، يمتنع عن الحلال وقت الإحرام لله سبحانه وتعالى. هذه الأمور كلها في الحقيقة يشعر بها المسلم ببهجة وسعادة، ربما تتمثل هذه السعادة في بداية ذهابه إلى الحج. قال الله سبحانه وتعالى: تجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. فالذي جاء به إلى هذا المكان قلبه المشتاق، قلبه المتعلق ببيت الله الحرام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الحج، والذي يجعله يتحرك من منسك إلى منسك إنما هو قلبه. وبعد الحج يجلس الحاج وقد ظهرت أثر العبادة على وجهه وفي سلوكه وفي أعماله، وهذه أيضا بهجة وسعادة يدخلها على نفسه، وتدخل أيضا على أهل بيته عندما يستقبلونه بالأفراح وبالكلمات الجميلة وبالزهور، وقد جاء الحاج من بيت الله الحرام. يعني هذه الأشياء حقيقة يجب أن تتجلى وأن تظهر حقيقة في تصرفات الحجاج وفي أفعالهم، وفي أيضا استقبال ذويهم لهم. المسألة ليست مجرد يعني رحلة عادية، إنما هي يعني رحلة مباركة، رحلة أدى فيها الإنسان منسكا عظيما، وأدى فيها شعيرة عظيمة، وأدى فيها فريضة من فرائض الله سبحانه وتعالى التي فرضها على المستطيع من أمة النبي صلى الله عليه وسلم. أما غير الحجاج وهم يشاهدون الحجاج، فهذا أيضا يدخل عليهم البهجة والسرور والدعاء، ويجب على غير القادر أو من لم يستطع الذهاب إلى مكة أن يشارك الحجاج في أفعالهم أو في بعض أفعالهم، حتى يأخذ الأجر والثواب، وأن يشتاق قلبه إلى بيت الله الحرام، وبالتالي حينئذ يأخذ الأجر حتى وإن كان في بيته، إنما حبسه العذر لعدم القدرة البدنية أو المادية. الشيخ سلام عبد القوي، مستشار وزير الأوقاف المصري سابقا، كنت معنا من إسطنبول، نشكرك جزيل الشكر، وكل عام وأنتم بألف خير. أذكر إذن بهذه الساعة نسأل كيف تفرح بالعيد المواطن العادي، ياريت لو يحدثنا شو برنامجك يوم العيد، كيف تفرح، كيف تعودت أنك تفرح، وكيف مقرر هذا العام إن شاء الله لو أمد الله في عمرك، كيف ستفرح يوم العيد أنت والأسرة، وكيف هل في بالك أن تدخل السرور والبهجة في نفوس من هم من حولك، فقراء أو مساكين أو غيرهم أو حتى أقارب،
وكيف ستقوم بذلك؟ شو هي الممارسات؟ شو هي السلوكيات؟ ماذا ستفعل؟ ما هي الأفعال التي ستقوم بها لإدخال البهجة والسرور في نفوس كل هؤلاء؟ طبعا أرجو من الجميع الاختصار حتى نعطي فرصة للجميع، ومن يريد طبعا أن يقدم تحية عيدية لمن يشاء فليتفضل، ولكن بإيجاز لو سمحتم. أم محمد من السعودية. السلام عليكم يا ابني. وعليك السلام ورحمة الله سيدتي. كل عام وانت طيب، وكل عام وجميع العاملين في هذه القناة طيبة طيبين، وكل عام والأمة الإسلامية والعربية بألف خير. أهلا بيك، تفضلي. أي فرحة يا ابني هذه، أي فرحة في العيد وإحنا مشتتين عن أولادنا. طيب يا ريت يا أم محمد، يا ريت نبعد شوية على الأحزان، نريد أن نرسل البهجة والفرحة في نفوس الناس. والله يا ابني، لا إلي في الأحزاب ولا إلي في حاجة، بس طيب بقول لك أي فرحة وإحنا. طيب أنا أذكر يا أم محمد أبنائك في غزة، يا ريت لو تعطيهم تحية عيدية وفرحة أفضل من أنك تحزنيهم الآن. تفضل. تحية لك وتحية لهم وتحية لجميع الشعب الفلسطيني اللي الحمد لله كل العالم. تحية لجميع كل العالم وللأمهات. تحية لكل الأمهات، تحية لكل الشعب العالم العربي كله من مشرق ولا مغرب يا ابني. والله القلوب بتتقطع لأن بس مشتتين عن بعض. طيب. نفسي هيك الله يلمنا ويجمع شملنا مع بعض. بس. إن شاء الله يا أم محمد، شكرا لك يا أم محمد من السعودية. أشكركم أم محمد. أبنائها محتجزين في غزة وشاركت معنا المرة الماضية وهي الآن أيضا تتحسر، ولكن نريد الحقيقة أن نرسي الفرحة، أن 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 لا نترك لأحد أن يصادر الفرحة من نفوسنا. هذا ما نود الحقيقة أن نكرسه الليلة. أبو حريكن ليبيا. فت العاملين على قناة. أهلا بك. لابد أن الأمة العربية الإسلامية تستغل ظروف العيد بالتسامح وبفعل الخير والخوف من الله سبحانه وتعالى. إحنا أصبحنا يتامى وجواعة وحثية والدم غطي العين وضحايا، ليش كذا هالخبر هذا كله هالسنين وهالمتنفخين البطون هاللصوص. طيب ابو حريق، يا ريت لو تحدثني عن نفسك، ماذا ستفعل يوم العيد؟ حتى لا يكون حديث انشائي وعام، رجاء يعني حدثني عن نفسك، ماذا ستفعل يوم العيد؟ والله اننا ندعو من الله ان يلم بلادي على الخير وعلى البركه من غرب وشرق وجنوب وشمال. انت ماذا ستفعل يوم العيد؟ دعني الان من السياسه، انت ماذا ستفعل يوم العيد؟ بسيط السؤال. والله من الحال من أسوأ إلى سيء، سواء من نظام الدكاتور سواء الفقر اللي درناها من أسوأ إلى سيء. الله أكبر. متنفخة الفقر والرقد ورقد ريح ما زالت سيئة في المجتمع الليبي. يصلح الله الحال. شكرا لك أبو حريق من ليبيا. يعني أنا أسأله ماذا سيفعل يوم العيد، يأبى إلا أنه يتحدث على السياسة. شكرا لك. سارة من فرنسا. سارة. وعليكم أم سارة. عليكم. تفضل يا أم سارة، أهلا وسهلا بك. شكرا. السلام عليكم، كل عام وانتم بخير. وانت بألف خير. شكرا. انا اريد تحيتي الى الشعب التركي المسلم الحر والرئيس التركي، وان شاء الله كل عام وهم بخير وكل عام وأمة الاسلام بخير وانت كذلك، وان شاء الله كلكم سلم عليكم وعيدكم مبارك. السلام عليكم. مبارك وانت بألف خير. شكرا جزيلا لك ام ساره من فرنسا. صالح من مصر. ياريت لو كل واحد يحدثني بس شو راح يعمل يوم العيد، بسيطة السؤال. كل سنة وحضرتك طيب وانت أطيب. المسلمين بخير يا رب. أهلا بيك. أهلا بحضرتك. إحنا بنقول الأول قبل ما نتكلم في دخول الفرحة على المسلمين وعلى الإخوة، بنقول لإخواننا في غزة كل سنة وهم طيبين، لأن هم في سجن كبير ومحاصرين. وعيد سعيد عليهم، وربنا يعني يديهم الصبر والقوة، لأن دول سهم الأمة، ودول إن شاء الله اللي هيغيروا يعني مصير الأمة ويدخلوا عليها سعادتها. وبنقول لإخواننا في سوريا وفي العراق وفي اليمن وفي كل دول العالم وتركيا كل سنة وهم طيبين. ودخول الفرحة في العيد بإعلاء قيمة الإنسانية، إن احنا نتعامل مع بعض بالإنسانية وبالأخلاق وبالمحبة بصرف النظر عن الأفكار والهوى. وكان بودي أن أنا أتكلم مع حضرتك في الساعة الأولى، ولكن لم يسعدني الحظ، قعدت أتواصل معك خلال الساعة
لان ازمه الامه صالح بايه بعد اذن سعادتك، يعني في الفكر، في الاحتلال، في الانظمه، عشان نغير نظام، نغير شعوب، وعشان نغير شعوب نغير عقول. وللاسف النخبه اللي بتقود الامه. طيب يا صالح يا عزيزي، يعني انا بحكي الشمال وانت بتحكوا مين ولا العكس؟ انا اتحدث على فرحه العيد يا عزيزي، كيف يمكنك ان تغير الوجوه العابسه الى وجوه سعيده وفرحه في العيد؟ هذا هو سؤالنا. هذا هذا حاضر يا استاذ صالح. حاضر. نعم. حاضر. لازم اتفضل. يعني انا بسال الاغنياء في مصر، هل بامكانهم ان يذهبوا جميعا ليحتفلوا مع الفقراء سكان المقابر مثلا؟ يا ريت والله، شوية سكان حي المهندسين ولا أدري وين يأخذوا كل ما لديهم من خراف ولحوم ويذهبوا لإخوانهم 4 مليون في سكان المقابر ويعيدوا معهم. معقولة هذه تصير؟ والله تصير، حدث القرن لو حصل. وجهة نظرك طبعا على أرض الواقع صحيحة بتزداد. تفضل يا صالح. وجهة نظرك صحيحة، بتزداد العنصرية وبتزداد الفجوة ما بين الأغنياء وبين الفقراء. وبيزداد لمؤاخذة الكبر والهوى بين فئات الشعب. أنا حضرتك من سكان منطقة راقية وعندي شركة كبيرة وبتعامل مع الغفير والوزير وفي تعالي ما بين الشعب. طيب يا سيدي صالح، ما دمت صاحب شركة، أنا أتمنى عليك أنك يعني تشرك إحدى هذه العائلات، عائلة أو اثنين أو ثلاثة معك في العيد، لما لا؟ احنا بنجمع كل، يعني انا عن نفسنا بنجمع كل عناصرنا والحمد لله بنحتفل بعد صلاة العيد. طيب هذا كلام جميل الحقيقة، لكن ارجو انه على كل حال النظام الحالي في مصر لا يمنح حتى الفرحة مع الفقراء، ربما يريد ان يفرق يقسم المقسم. شكرا لك السيد صالح من مصر، وكل عام وانت بخير. جميل هذا الجهد، نحن ندعم هذه الجهود الإيجابية التي تجمع هذه الشعوب المسكينة. خالد من مصر ايضا. صالح تفضل يا خالد. انا كان نفسي اشترك معك في الجزئيه الاولى، ولكن انا اقول لك انا عايز افرح بالعيد. طبعا هفرح بالعيد يا صالح بما امرني الله به، هروح اصلي العيد وهشوف اي حد زي صالح كده زعلان منه قبل كده هسلم عليه وهاخده بالحب. جميل. وهسلم عليه وهزيل كل الاحقاد من قلبي لاي حد. جميل. وهبعت سلام لامي وكل المعتقلين في مصر والدكتور محمد مرسي، وعايز ابعت رساله لاخواني في مصر. ارجوك يا صالح اتفضل. انا عايز اقول للفقراء اللي في مصر وعامه المسلمين في مصر، ارجوكم بدل ما بتقعدوا ليله العيد تتعبوا نفسك وتحضروا البنج والحشيش، دوروا على حد من جنبكم فقير يدوا له اي حاجه يفرح بيها في العيد. جميل. ارجوكم دوروا على جيرانكم. جميل. حط ايدك على راس يتيم، اتبرع لمسكين، هات جلبيه لواحد في العيد، هات له اي حاجه، هات له نص كيلو لحمه، روح عند الجزار شوفه بيقطع لحمه، وشوف اي حد ادفع له، ادفع لاثنين ثلاثه فقراء حق لحمه العيد. اشكرك. بقول للاغنياء بدل ما تقعدوا تجهزوا الخمور والسهرات في ليله العيد، شوفوا الفقراء، روحوا سكان المقابر، روحوا بطن البقره، روحوا حوالين القاهره شوفوا العشوائيات، اقفوا في الطرق، اطلعوا بسياراتكم وشوفوا الناس الفقيره في الحدائق العامه ولبسوهم جديد وادوهم فلوس. أرجوكم إحنا مصر بلد الإسلام، ما تفرحوش بالعيد بما يرضى ما يغضب الله والحشيش والمخدرات، شوفوا الفقراء وإلجوا لله وصفوا ما في أنفسكم بينكم وبين بعضكم، إن شاء الله هتبقى فرحة كبيرة يا أستاذ صالح، وإن شاء الله هننتصر بإذن الله. شكرا لك خالد من مصر وأشكرك على هذه الدعوة، يا ريت لو كل مصر يفعل مثل ما ذكرت. معنا مدام دنيا من مصر أيضا، أو دينا عفوا. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله. كل سنة وانت طيب أخ صالح. وأنت طيبة إن شاء الله. كنت أتمنى المشاركة معك في الساعة الأولى، لكن خلاص عدت، المرة الجاية بقى إن شاء الله. العيد الجاي. العيد الجاي، لا أنا كنت عايزة أتكلم، الشركة الأولانية كانت هايلة ورائعة وكان نفسي أدلي برأيي، لكن الحلقات الجاية أكتر إن شاء الله. إن شاء الله. العيد فرحة. العيد فرحة. والواحد ما يفرحش لوحده، لأن دي أنانية. أنانية إن ما أفرح لوحدي. أنا عشان أفرح لازم أشوف فرحة في عيون الغلابة والفقراء اللي مايلين شوارع مصر حفاة عرام ومزقين الملابس لا يجدون ما يقتاتون به. إيه المانع إني أنا أخبط على جاري الفقير وأديله أعطيله مما أعطاني الله؟
ده فرض علي. ثانيا الملاجئ، الملاجئ التي تعج بالأيتام والفقراء تملأ العاصمة وتملأ مصر من أقصاها لأدناها. إيه المانع؟ أنا أخرج، أنا من فرحتي أنا أخرج بأولادي أفسحهم، أوديهم كارفور مثلا، أوديهم حديقة عامة، أوديهم أي مكان حفرح بيه فرحتي بشوفها في عين أولادي. إيه المانع أن أنا قبل ما أروح المكان اللي أنا رايحة أتفسح فيه وأسعد بيه أن أنا أدي ساعة في الملجأ مع الأيتام، أخذ لهم مأكولات وحلوة ومال، أدخل عليهم السرور، أنا هشوف الفرحة في عين الأيتام دول، هي دي فرحتي. إيه المانع أن يكون عندي جار عنده أولاد فقراء أو في العائلة، العائلة فيها الغني وفيها الفقير، اني انا بطريقه لطيفه ما فيهاش اي جرح للمشاعر افوت عليه واقول له انا خارجه افتح اولادي هاخد اولادك معايا، بدل ما اصرف 100 هصرف 200 طالما ربنا موسع عليا، ودخل الفرحه على الفقير والغلبان. أشكرك. هي دي الفرحه، هو ده التكافل يا استاذ صالح. اشكرك مدام دينا، شكرا جزيلا لك، ويريت مصريين كثر وعرب ايضا ومسلمين يستمعون لوجهه نظرك هذا، لان الفرحه اذا لم تفرح مع الاخرين ففرحتك منفردا الحقيقه منقوصه دائما، والإنسان بطبعه يعيش في مجموعة، الإنسان لم يعيش هكذا معزولا إلا في عصوره الأولى. معنا أحمد من فرنسا، مساء الخير. عيدك مبروك لكل الأمة الإسلامية إن شاء الله. وأنت بالمثل يا أحمد، تفضل. صراحة بحكاية الإمام الذي خطب في الناس يوم العيد وقال لهم بخطبة العيد ابنتين للفقراء والمساكين والثلث الآخر للعائلة، سبقه ابنه إلى البيت وذبح الأضحية وطبق ما قال أبوه في المسجد، فإذا أوجد أبي لم يجد إلا الثلث القليل، وجن جنون الأب فقال لابنه يا ابني عليهم ليس علينا، ومن هنا الصلح. يعني العيد هو يعني زيارة الأقارب وزيارة المرضى في المستشفيات، يعني والصدقة من الأضحية لفقراء المساكين، وهذا هو العيد، يعني هذا هو لازم نتقاطع كل شيء مع الفقراء المساكين، يعني هذه فرصة يعني ما تعوض يوم العيد إن شاء الله. أشكرك أحمد من فرنسا، كل عام وأنت بخير. معنا سمير من رام الله. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله. أنا أشكركم جميعا على هذا البرنامج القيم الشيق. أهلا بك. ونشكر جهودكم كلكم على هذا القناة الممتازة. شكرا. إحنا كفلسطينيين الحمد لله رب العالمين مجتمعنا متماسك جدا، وتقريبا يعني الأغنياء كلهم الحمد لله بعون الله يتعاونوا مع الفقراء، الأغنياء يتحسسون ظروف الفقراء، والحمد لله رب العالمين رغم الاحتلال الإسرائيلي ورغم القيود على الشعب الفلسطيني، فالحمد لله رب العالمين نحن يعني سمير بصراحة يعني في العيد لديكم وما أكثر الشهداء هناك، يعني نعم. تزورون عائلات الشهداء؟ طبعاً أول ما نقوم به زيارة الشهداء والأسرى، هناك حتى لو عائلة ما تعرفهاش تزورها، الجميع يشكل لجان ويقوم بزيارة جميع الجميع كل المخيمات والقرى والمدن، في هناك مخيمات، في هناك تنظيمات تقوم بزيارة، أول ما تقوم به يوم العيد بزيارة الأسرى وبزيارة الشهداء وبزيارة الجرحى وبزيارة الفقراء، ويقدم لهم بعض الهدايا وبعض ما يطفي لهم بعض آلامهم وشعورهم بالعيد. الحمد لله رب العالمين والحمد لله، وكل عام وانتم بخير. وانت بخير سمير من رام الله، نشكرك على هذه المشاركة. معنا خالد من الصومال، مساء الخير. مساء الخير يا اخي صالح. اهلا وسهلا بك. كل عام والأمة الإسلامية الف خير وتقدم ان شاء الله. اهلا بك. سأبدأ تحيتي القناة الحوار الأحرار. خاصة صالح أزرق واختي رانيا. وأحيي أختي سلمى في كندا وأخي جعفر في أمريكا وأختي زهران في السودان. أهلا بك. وأحيي إن شاء الله مقاومة فلسطينية والسورية والليبية واليمنية. أما في العيد أنا جهزت إن شاء الله خروف كبير وسنفرح أنا وجواري إن شاء الله. أنت هنا تقيم في لندن أو في بلد ثاني؟ لا أنا في الصومال.
أنت الآن تخاطبنا من الصومال. نعم والله العظيم. ما شاء الله عليك وخروف، وراح تجيب كل الجيران وتفرح معهم بإذن الله تعالى، والحلويات. ممتاز ما شاء الله عليك. بس ما تنسى يا خالد إذا في حواليك فقراء أنك تأتي بهم ويأكلوا معك. والله لا ليس الآن. يعني توعدني يا خالد، توعدني. توعدني بذلك. يعني؟ تعدني بأنك تجيب شوية فقراء معك حتى يأكلوا ويفرحوا في العيد. والله عندنا فقراء كثير وجواري كلهم فقراء. طيب ما تنساهم على كل حال. خالد من الصومال شكرا جزيلا لك وكل عام وأنت بخير. يعني جميل الحقيقة، جميل أنه الإنسان لا ينسى هذه الطبقة المحتاجة. بدر الدين من الجزائر. وعليكم ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام ورحمة الله. سمي العيد عيدا من العود لأنه يعود بالفرح والسرور ويتكرر. العيد عندما نعود فيه للواحد الأحد الفرد الصمد. العيد عندما نعود لكتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. يروى أن سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه رأى ولده وعليه ثوب قديم، رفق قديم. بكى عمر فقال له: ما يبكيك يا أبتي؟ قال: أخشى أن ينكسر قلبك والناس يلبسون الثياب الجديدة. فقال: يا أبتاه، ينكسر قلب من عصى ربه أو عقى أمه وأباه، وإني لأرجو أن يكون الله راضيا عني برضاك يا أبتاه. مفهوم يا صار؟ شكرا هذا عيد الحقيقي هو اليوم الذي يعود فيه المسجد الأقصى لأمة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. ولن تعود القدس إلا على أيدي أناس المؤمنين يحبون الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. شكرا لك على كل حال بدر الدين من الجزائر، وكل عام وأنت بخير. معنا فتحي من السودان. السلام عليكم ورحمة الله. وعليك السلام ورحمة الله. يا دكتور جزاك الله خير فيما تقدم وما تقدم بعد شوي كمان. الحمد لله الواحد بقى ينتظرك بطلق الصبر لحد ما تجي الساعة 4:30 عندنا في السودان عشان يسمع صوتك. أشكرك، أسعدتني يا فتحي، الله يبارك فيك بهذا. تفضل. على كل حال أنا سعيد بمتابعة أهلنا في السودان. تفضل. جزاك الله خير. نحن في السودان عندنا الحمد لله نحن من أكثر الدول العربية تماسكا وتلاصقا بيننا، وما في عندنا لا كبير لا صغير. يعني حتى نحن عندنا شلة فيها 20 نفر، 20 خروف ينضحوا ونقسم للناس اللي عندهم والماء عندهم، وناكل سوا ونشرب سوا. لكن ده ما شفت الزول يقولوا للناس. نحن عرفنا بكده من زمان. أنا داير أرسل تحية عبرك للشعب في تركيا. كل إنسان في تركيا مرة والله راجل الناس علمونا كيف معنى الحرية وما معنى الحرية. والتحية برضو عبرك لرئيسنا المفدى الأخ أردوغان، والتحية عبرك لأمير قطر الذي سخر لنا الجزيرة عشان تنقل لنا كل الأحداث للعالم العربي. ولولا الجزيرة ما كان في ثورة نجحت في العالم العربي كله، لأن هي اللي قدمته للناس التضحيات والشيء اللي بيحصل. نعم. للناس كله. شكرا لك. الله خير في ميدي. أشكرك فتحي من السودان وكل عام وأنت بألف خير. معنا جمال من النمسا. وعليك السلام ورحمة الله. كل عام وأنتم بخير إن شاء الله، كل الأمة الإسلامية إن شاء الله. أهلا بك. نحن إن شاء الله نتمنى لكل الأمة العربية إن شاء الله تعيد بخير، وخاصة الشعب الجزائري. وبارك الله فيك الأستاذ صالح على الأعمال اللي بتعملها إن شاء الله، وربي يوفقك إن شاء الله. العفو يا عزيز. وإحنا كما تعرف العيد شوية صعب في الغرباء يعني. طيب جمال بعجالة، يعني أنتم هناك في النمسا كيف يتعدى معك العيد، يوم العيد؟ والله الحمد لله نصلوا العيد جماعة وبعدين نتفرقوا ونجتمع بأصحاب في أماكن عامة أو في أماكن يعني. يعني مثلا تحضروا كل واحد للطعام في بيته ثم تأكلون جماعات في بعض الحدائق. بارك الله فيك، في الحدائق العامة أو في مكان يعني معين. طيب الجالية العربية والإسلامية هناك فيها بعض الناس المحتاجين ممكن تأخذوهم معاكم؟ في بعض الإخوان من سوريا، في بعض الصومال، في من يعني في بعض الإخوان. طيب هؤلاء ما تنسوهم عاد تأخذوهم معاكم؟ أبدا أبدا إن شاء الله. طيب حاولوا على كل حال. شكرا لك جمال من النمسا، شكرا جزيلا لك وكل عام وأنت بخير. بالفعل هناك لاجئين جدد حديثي العهد باللجوء، يعني السوريين ما كانوا يعرفون اللجوء للأسف، لكن الذي حصل في بلادهم مرعب للغاية.
فأرجو أن الجالية العربية والإسلامية ما تنساهم يعني في هذا العيد. ولكن الكرم والجود والفرحة في العيد لا تقتصر على المسلم، يعني أنت حتى تكون عابر سبيل وتجد واحد محتاج بالفعل أمامك وما يهمك في جنسيته ولا دينه، يعني يجب أن تساعده بذلك. يعني الحقيقة هذا هو دور المسلم. غسان من تركيا، هذا عليكم خير إن شاء الله. أهلا بيك، تفضل يا غسان. أنا بس بدي أوجه، بس شغلي إنه فرحة العيد ما بتمسعة اللي بيكون دولي جنبك من ضامي، هاي أول شغلي. ثاني شغلي بتمنى من كل إنسان يروح يتمم فرحة العيد عند اللاجئين اليمنيين ولا العراقيين ولا السوريين. حلو. هدول أهم شيء، عندك مليون يتيم. حلو. مليون يتيم، إن كان ضحية ياخذها على المخيم ضحية، إن كان إيش من كان يروح على اللاجئين على الحدود اللي ما شاف، ما شاف يا أستاذ صالح. نعم. إن كان جميل. باليمن وإن كان بالعراق، وكان فرحة العيد ما بتتم إذا ما فرحت هدول. هدول أهم من كل شيء بالدنيا. نعم. هدول بالذات اللي عنده سيارة بإمكانه مثل ما قلت يعني يذبح الأضحية وبعد يأكل يأخذ معه المشوي ويروح على المخيمات هناك لديكم في تركيا ويفرح مع لاجئين هنا. أنا ما خصص تركيا، أنا ما خصص تركيا. لا، موجود في أكثر مكان، في الأردن وفي لبنان وفي غيرها، أو الشعوب العربية اللي تدرى أن تجعل الأيتام تفرحهم بالعيد. أهم شيء. شكرا لك غسان من تركيا، أشكرك وكل عام وأنت بخير. خالد من السعودية قبل الفاصل. خالد، طيب نتوقف الآن مع مراسل والرأي الحر ثم لنا عودة. أبدأ برسالة مجاهد العدني كما يسمي نفسه، يقول لن تتوقف كل هذه المعارك المصيرية في البلدان العربية والإسلامية حتى يعترف الغربيون والأوروبيون والصهاينة بالإسلام والمسلمين وإعطائهم كامل حقوقهم من أرض وثروة وبيت المقدس والسماح للمسلمين بنشر دينهم بكل حرية في كل المعمورة. يعني شو احنا نتحكم في هذه الحروب؟ ما هي الحروب يتحكم فيها الآخرون وهي على أرضنا ليست في أرض الآخرين. يا مجاهد، مجاهد يهدد يقول لك لن تتوقف الحروب، يعني ما شاء الله عليهم سائلين عليك الغربيين، ما هي الحروب في أرضك؟ يعني حتى لو استمرت عشرات السنين هم مش سائلين عنك. علي الهمالي مواطن ليبي مقيم في بولندا يقول حول موضوع المعلمة الجزائرية التي يصفها بالأصيلة ثم يصف الوزيرة بالشاذة ثقافيا، يقول مني كل التقدير والاحترام لهذه الأستاذة التي تحترم لغتها وذلك لعلمها أن في ذلك احتراما لهويتها وثقافتها في ربوع تم فرنستها حتى النخاع. أما هذه الوزيرة يقول التي تتحدث عن احترام المهنة فأولى بها أن تحترم نفسها، إن هذا التفرنس كما يقول والمروق عن الهوية والثقافة لا يسع أحدا يعتز بأمته وثقافته إلا أن يندد به ويستهجنه في أضعف الأحوال، والذنب الكبير ليس على هذه الناكرة لأصولها وثوابت أمتها كما يصفها، وإنما الذنب على من نصبها وزيرة على أهم وزارة في الدول التي تبحث لها عن مكان بين الأمم. وما أشعر به يقول من غبن ومهانة وأنا أدرس اللغة العربية في إحدى الجامعات الأوروبية أن أرى طلابا أوروبيين يكنون كل التقدير والاحترام لهذه اللغة العظيمة وأدبها الراقي الخالد، فماذا يسعنا أن نقول لهم وهم يسمعون أصوات هذه الردة والخذلان. فوزي عدني من تونس يقول الحمد لله الذي حظيت، فقد حظيت المعلمة صباح بودراس بحملة تعاطف واسعة عربية وإسلامية وتضامن كبير على شبكات التواصل الاجتماعي، واستند الكثير من المعلقين وأنا أولهم إلى الرسالة النبيلة والراقية التي بعثت بها المعلمة صباح ليس فقط لتلاميذ قسمها بل لكل تلاميذ الجزائر وكل تلاميذ وأبناء الشعوب العربية والإسلامية على ضرورة التحلي بالأخلاق الحسنة وتعلم الإرادة والصدق والوفاء وبر الوالدين كما يقول فوزي عدوني. بوسعود يقول الأمة العربية منشغلة دائما بإلقاء اللوم على المؤامرات الخارجية لتبرير إخفاقاتها، والعجيب والغريب أن الدول المتهمة بالمؤامرات هي في موقع التحالف مع معظم الدول العربية. مصطفى خليل يقول الإرهاب الحقيقي الذي يترأسه ملالي الكفر في طهران بمساندة إجرام بوتين والمجتمع الدولي برئاسة كيان الصهيوني الأمريكي لا يحارب، فمن الواضح أن الإبادة الجماعية وتهجير سكان المناطق العربية هو الهدف من كل المحادثات المكثفة للكبار.
أختم برسالة مصطفى روادي يقول شكرا لكم من القلب على هذا البرنامج الممتع. ونحن بدورنا نشكرك ونشكر كل من راسلنا. نعود لموضوعنا فيما تبقى من وقت. طيب، على كل حال أذكر مرة أخرى بعنوان هذه الساعة: كيف تفرح بالعيد وتدخل السرور والبهجة في نفوس الفقراء والمحتاجين. ولكن معنا، لعلنا واحد نتحدث عن بهجة العيد. أنت بهجة العيد ممكن تشرك الناس معك في لحوم الأضحية لديك، ممكن تشركهم بأنك تطبطب حتى على رأس فقير أو يتيم، أو تساعده، أو تشتري له ملابس جديدة مثل أولادك، أو أن تقول فيه كلمة حسنة، لا أن تشمت في حاله، لأن الشماتة ليس من شيم الإسلام. الشماتة مصيبة. أحد الشامتين أيها السادة إعلامي مصري، يعني معروف، أو هكذا يسمي نفسه على كل حال، يرمي نفسه على مهنة الإعلام، ولديه من الخطاب الكثير من القبح كما يقول البعض، والكثير من الشماتة، والكثير حتى من الجهل، وخصوصا في هذا العيد. نحن نتحدث على الإعلامي المصري أحمد موسى، يتحدث، طبعا سيبدأ حديثه في هذا الفيديو الذي نتابعه الآن، يتحدث على أسعار الأضاحي، ولكن يختمه بشماتة غير مسبوقة في جماعة الإخوان المسلمين، وهم معظمهم الآن داخل أسوار السجون. نتابع هذا المسمى ربما مجازا إعلامي أحمد موسى، ثم نعود. النهاردة بيتكلموا الكندوز 80، البتلو من 90 ل100، الضاني اللي هو القائم يعني قبل دبحه وانت بتشتريه كده بيقولك حوالي 40 جنيه، السنة اللي فاتت كان ب 34 و 35 جنيه زاد، السنة دي بيقولك زاد 8 و 9 و 10 جنيه. الضاني، اللحم الضاني ب 90 جنيه. اسعار بقول لحضراتكم زي ما حضراتكم شايفين كده، يعني بالهنا والشفاء يا رب لكل واحد النهارده يعني بيشتري عشان يحتفل عشان العيد ان شاء الله كلنا، واللي بيضحي، ويعني من السنن اللي احنا يعني ربنا ما يقطع لكم عاده يا رب كده ويكرمكم جميعا في كل مكان. في ناس السنه دي قال لك مش قادر لانه الاسعار كتير غالي، يعني كان الخرفان النهاردة سعره السنة فاتت اللي كنا بنتكلم على 2000 وشوية، بنتكلم على اللي هم طبعا، بس على فكرة دول مفيدين أكتر من الإخوان، يعني ما تقول الخروف ده، الخروف أفضل من خروف الإخواني، خروف الإخواني معدي، إنما الخروف ده على الأقل يعني بتأدي بيه شعيرة من الشعائر، يعني بتضحي بيه يعني، ولكن فعلا خرفان إخوان، ولكن لا الخروف ده. وعلى فكرة ناس يقولوا بتشتم ليه الخرفان ده، الخروف على الأقل ليه فايدة يعني، إنما الخروف التاني إحنا محتاجين نعدمه، هتعدموه وهتضحوا إن شاء الله كده على الأضحية ولا حاجة. طيب شو تسموه هذا؟ ولكن بدون تعليق أفضل، لأنه الحقيقة مثل هذا الخطاب السوقي المنحط المتخلف الشامت لا يستحق. ولكن أحيانا عندما تعري أو تزيد في تعرية هؤلاء العراة أصلا كويس، حتى يعرف العالم أي قذرات تتصدر المشهد الآن في مصر، ونقولها دون تردد. نعود لموضوعنا على كل حال، العيد، لأن هؤلاء لا يحتفلون على الأرجح بالعيد ولا لا يفرحون الناس معهم أصلا. طيب، كيف تفرح بالعيد وتدخل السرور والبهجة في نفوس الفقراء والمحتاجين؟ حدثوني كيف تقضوا العيد، هذا هو السؤال. طيب، معنا مشارك. حسن من اليونان، مساء الخير. معك سيد صالح. أهلا وسهلا بك. أوكي، تفضل يا حسن. إيه، تفضل، أنت على الهواء. إيه، أتكلم. تفضل تتكلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. سيد صالح عزيزي، كيف حالك؟ الله يبارك فيك، تفضل يا حسن. أنا من المغرب. أهلا بك. والضحية كانت عندنا مناسبة جميلة. وكان في سن الصغار يعني كان نتشجر عن من اللي عنده يعني أجمل كبش، يعني صرغيني أو تونسي، هناك يعني نوع من
الخرفان يعني، وهذا كان جميل يعني. طيب أنت هذا العيد أين ستقضيه وكيف ستقضيه؟ هذا العيد أتمناه للجميع أن يكون في أحسن ما يرام. لكن عندي سؤال، لماذا لا تأتي هناك سنة أو سنتين مع كل ما وقع في الدول الإسلامية عموما وفي الدول العربية خصوصا، لنقطع أو نساهم في خروف ثمنه 200 دولار أو 200 يورو لنساعدنا إخواننا الفلسطينيين اللاجئين والسوريين والليبيين والإريتريين وإلى إلى 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 مغاربة. شكرا لك حسن من اليونان، أشكرك. ننتقل لعلي من بريطانيا. علي من بريطانيا. علي يا ريت لو الزملاء يضبطون الخط. طيب علي تفضل. طيب علي، علي لأنه فاتح التلفاز ويستنى حتى يوصل الصوت. يا علي يا ريت لو تغلق التلفاز. علي من بريطانيا. طيب ننتقل لي حسن من المغرب. عليكم. وعليك السلام ورحمة الله. أول مشاركة الأخ صالح معكم في هذا البرنامج رغم أنني أتصل عدة مرات وأسعدت بهذا اللقاء معك. بمناسبة هذا العيد المبارك الكريم، فنحن في المغرب هنا نستدعي بعض العائلة إذا كانت فقيرة عندنا هنا إلى المنزل، ونقوم بما تقوم به العائلة أننا نذهبهم إلى الحمام، وكذلك نشتري لهم بعض الملابس وكذلك الحناء، ويفرحون معنا كما نفرح. وكذلك أن الأطفال الموجودين أطفال الشوارع فإننا نخرج لهم الأكل حتى يفرحوا. وأرجو من الله سبحانه وتعالى أن يوفق جميع المسلمين على فعل الخير، وخاصة الإخوان المحتاجين في سوريا وفي العراق وفي اليمن وفي سائر بقاع العالم، لأن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: يسألونك ماذا تنفقون قل ما أنفقت من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليمون. وشكرا لكم يا أخي صالح. شكرا لك حسن، شكرا جزيلا لك. معنا محمد بن مصر. تفضل يا محمد. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله. العيد يعني الفرحة إن شاء الله، والرسول صلى الله عليه وسلم أو الشرع نهى عن زيارة القبور، يعني كل واحد بيدس على أحزانه حتى تكتمل فرحة المسلمين. لما يبقى المؤمنين كلهم يعني لحمة واحدة، الفقراء والناس تنسى ما بينها مهما كان، ده بيبقى يعني نار على الظالمين. يعني الواحد ما يظنش ان هو لما يفرح بيبتعد عن مجاهدة الظالمين. شكرا لك محمد، وانقطع الاتصال طبعا بمجرد اتمامك للجملة. شكرا لك على كل حال. عاطف من مصر ايضا. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله. كل سنة وحضرتك طيب والأمة الإسلامية بخير وبصحة وسعادة. وأنت بالمثل. أول حاجة في العيد إطعام الطعام. إطعام الطعام هو أكبر فرحة للطاعم والمطعوم. جميل. وهي فرحة لله سبحانه وتعالى كمان، تدخل السرور على الله سبحانه وتعالى حتى يرضى عنا ويوفقنا إلى الطريق المستقيم. نمرة اثنين العفو، العفو ونشر العفو بين الناس حتى عن الظالمين. وأنا بنتهز هذه الفرصة أني أقول وأقول بشرة كمان برضو، البشرة الطيبة للأمم المسلمة تدخل الفرحة والسرور على كل ذي كرب وكل ذي حزن. طيب شكرا لك عاطف من مصر. يعني من حظنا أيضا نريد أن نشرك بعض الحجاج أيضا من بيت الله الحرام. انضم إلينا الآن الحاج عامر الدريدي، وهو أحد الحجاج التونسيين، معنا مباشرة من هناك من بيت الله الحرام. حاج عامر الدريدي، السلام عليكم وكل عام وأنت بخير، وتقبل الله منكم. بارك الله فيك. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. حاج عامر دريدي، ياريت لو تحدثنا ظروفكم هناك، كيف كانت يعني الوصول وأيضا ظروف الإقامة والأوضاع هناك الآن لديكم طبعا مع هذا العدد الكبير للحجيج.
اي نعم. شو سيصالح؟ ايوه. ثم الاطار العام والاطار الخاص. ايوه. الاطار العام هو الجو معناها كامل معناها على السعوديه والى اخره. والجو الخاص هو الجو التونسي معناها الاطار على الاسره التونسي. فهمت؟ ايوه. يعني الـ خلينا في الاطار، خلينا في الاطار التونسي، ظروف الحجاج التونسيين هناك كيف هي على الاقل وفق علمك؟ انا شو انا والله على المستوى التونسي نحن عندنا ثم ناس متنقلين ياخذونا من الطياره من 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 السفر حتى البيت في الغرفه معنا ثم سهرين عليهم ساكن بعد كسر بنسر قصيرة بنسر وتعرف أنا الحجيج ثم توقع الرجل كبير وتوقع المعاق وتوقع المرأة الأمية ورجل أمي وتوقع الناس معنا اللي يتمتع كباشا يعني 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 قايمين بواجبهم على أكمل وجه ثم عيني كبيرة ثم عيني كبيرة بالحق ولهوة فهمت وتعرف أنت حكيت معنا إذا جميع غاية ولا تدرك راهو طيب ظروف الإقامة سيد الدريدي يعني ظروف الإقامة عادة الحجيج التونسيين وأكثر من وحتى باقي الحجيج أحيانا يشكون من ضيق الإقامة كيف هي وضعية الإقامة هذا العام؟ شوف اسمعني كما قلت لك راهو الجميع غاية من التكرم صحيح اسمعني هو جاي حاجة هنا جاي من السبر وجاي بالشتعة هو حاجة مش يمشي جاي في 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 رحلة بتاع سياحة ولا رحلة هو جاي مش حاجة مش يتعب طيب وجاي مش يمشي بسقيه وجاي مش يصبر على على التعب وعلى فمزي على على كل شيء فهمت هو حاطه طيب سيد عامر الدريدي انت هذا الضيق بضيق اعمار بالنسبه انا بالنسبه للرافيه الرافيه سي جاي غير يحمل العكس هذيك كلها عشان نخزر الكاس المليان نخزرش الفارق فهمت جميل جميل انا من الحق والحمد لله الناس قاعده تخدم الناس قاعده واقفه وقفه كبيره بالحق صدقني فهمت هذا جميل طيب سيد الدريدي انت اول مرة تزور فيها بيت الله الحرام في خلال فترة الحج طبعا قضاء عيد الإضحى مع الأسرة والأهل في تونس جميل ولكن أن تقضي هذه الفترة هناك في رحاب بيت الله الحرام بالتأكيد أجمل بكثير كيف تصف لنا مشاعرك الآن هناك والله شوف مش تسعين بس ترى خمس سنين بس أنا بعرفه كيف في فترة وجيزة وتشوف مع الناس كل معنا بالملل بأنواعها وأشكالها وبجميع اللغات فهمتي والحمد لله فهمتي معنا كنشوف انا الشيء هذا ودوله عربيه تقبل 5 ملايين بشر في لحظه معنا في زمن وجيز ماهوش سهل راه تنظيم وامور بالضبط وثم معنا ظروف بتاع السعوديه تمر ظروف خاصه راه توا اكيد اكيد فهمتي يزيدوا تامنوا مع الحجاج هذوما اللي جايين معنا في ضيوف الرحمن وضيوف السعوديه يزيدوا تامنوا مشكل مع الناس قاعدين يعملوا في جهتهم طيب والله بالمناسبه يا سي سعد ايوه تسمع فيا تفضل تفضل امامي تو شخص تو بالصدفه من معنا التاثير على التنظيم نتاع الحجيج التونسي ينجم يعطيك حاجات بالفنيين خير مني انا طيب على كل حال لضيق الوقت لضيق الوقت سيد عامر الدريدي سنكتفي بسؤال معك للاسف يعني اعطيني يعني في هذا العيد كلمة إذا كنت تود ترسلها للأهل يعني في بمناسبة عيد الإضحى إذا كنت تود تحية عيدية أو سلام أو ما إليه لأنه للأسف الوقت انتهى والله بمناسبة عيد الإضحى نعيد على جميع الأخوان في تونس في فارق في جابس وكل العائلة فهمتني بنت سونيا وريم ورانيا وزوج ابني جون جيتيرا صالح وزوج بنتي احمد وعائلاتهم وعائلات جابس وبارك الله فيك وربي يبارك فيك شكرا لك الحاج عامر الدريدي احد الحجيج التونسيين من هناك من بيت الله الحرام نشكرك جزيل الشكر ونعتذر طبعا لضيق الوقت لا نستطيع الحقيقه اخذ ايضا احد المسؤولين عن البعثة الحجيج التونسيين نعتذر منه كل الاعتذار في ختام هذه الحلقة أشكر كل من شارك معنا في الساعة الأولى والساعة الثانية وساهم كالعادة في إثراء هذا الحوار والنقاش الشكر لمن رسلنا الشكر أيضا لمن اكتفى بمتابعتنا نقول مرة ثانية كل عام وأنتم بألف خير ونستودعكم الله وفي أمان الله